دلوقتي خلينا نروح مع حضراتكم لأهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله. كمان نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيشيع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جثمان والدته بعد صلاة الظهر في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، ومن المقرر الدفن بمقابر القوات المسلحة بالوفاء والأمل. النهاردة هيبدأ سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية، وهيتم سفر أول فوج للمدينة المنورة، ثم سفر باقي الحجاج من مختلف المحافظات تباعاً، وده مع رفع درجة الاستعداد القصوى وتقديم أفضل الخدمات وتذليل أي عقبات لكي يؤدي حجاج الجمعيات الأهلية المناسك في سهولة ويسر. النهاردة هتشغل السكة الحديد القطارات الموسمية لمرسى مطروح من القاهرة المطروح والعكس، وأعلنت الهيئة عن بدء تشغيل قطارات نوم وقطارات مكيفة بخط القاهرة مرسى مطروح والعكس. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية هيكون معادهم مع مباراة قوية في نهائي دوري أبطال أوروبا. مانشستر سيتي الإنجليزي هيواجه إنتر ميلان الإيطالي الساعة 10 بالليل على ملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية.